التوحيد هو حق الله على العباد. 崇拜安拉独一是安，因为安拉应当受到仆人的崇拜。 ضد التوحيد الشرك، نسأل العافية والسلام. 违背崇拜安拉独一的就是举办安拉。 الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. 以物配主的举办分大举办和小举办。 إذا تاب العبد من الشرك الأكبر أو الأصغر تاب الله سبحانه وتعالى عليه. 有举办行为的人，无论是大举办行为还是小举办行为，只要向安拉做忏悔，安拉都饶恕。 لكن المشكلة، كل المشكلة إذا مات على الشرك، نسأل العافية والسلام. 最麻烦的就是有的人在死亡的时候，在举办的状态下死亡。 إذا مات على الشرك الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار. 一个人在大举办的状态下死亡，那么他将荣居火狱。 وإذا مات على الشرك الأصغر يعذب قدر الشرك ثم بعد هذا يدخل الجنة. 一个人如果在小举办的状态下死亡，那么他将受火狱的刑罚，然后进入乐园。 لابد أن نحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. 我们必须要警惕举办的罪行，不论是大举办还是小举办。 عندنا مراتب المحرمات أربعة. 我们要注重四个方面。 المرتبة الأولى الصغائر، محرمات. 第一个方面，小的方面。 أعلى منها الكبائر مثل الزنا، أكل الربا مثلا، شرب الخمر. 刚才说小的罪过，然后大的罪过。 أعلى من هذا الشرك الأصغر. 然后就是小的举办。 أعلى من هذا الشرك الأكبر. 最大的罪过就是大的举办。 لابد أن نحذر من هذه الأربع. 关于刚才讲的小罪大罪小举办大举办，我们都要抛弃之。 أمثلة على الشرك الأكبر. 我们举例给大举办举例。 الذبح للجن. 为精灵而宰牲。 دعاء الجن، دعاء الملائكة من دون الله. 舍安拉尔向众天使而做祈祷。 الطواف حول القبور. 在坟地上转坟地。 عبادة الأصنام، عبادة الأحجار، عبادة الأشجار. 崇拜坟地，崇拜这个树木，崇拜安拉以所有的安拉以外者，都是举办大举办。 أمثلة على الشرك الأصغر. 现在举例小举办。 الحلف بغير الله. 关于发誓，向以安拉以外者发誓。 يصلي حتى يمدحه الناس، يرائي بالصلاة. 沽名钓誉的礼拜，为让人看到而礼拜。 يقول مثلا ما شاء الله وشئت. الأصل يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. 比如有人说安拉的意欲和你的意欲，这样不可以。我们可以说安拉的意欲，然后是你的意欲。نعم.